الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديات بان وفرح سليمات إن كان سوق يبلغ حفلة الغفرة هي مشروع عن بلالن إيقويها لقد يساي هرقيسة قومت المصلة وحكومة حسنة هاي فالأمور تيلاهي قومت بانها ما يعتل سنة وليس إلا سيلو دي دي إن المانت كان سوق يبلغ يدوها الشركة إلا أول بو بلالتي بان هي مالقرين هي خير هي تلفون هي وفي هالكلمة مكان حول الشيء غيره إلى أنت قلت شو هاي الأوضاع في الموضوع إلى هاي الأوضاع ما دنا يوانا فرحة إيجارة إلى نسوي شو الأوضاع قبض وان خبرين يا شركة يا قرض قرية كيف ستي يا مشا وعلى كاد يسأل يا قاب خروح بنا ولسي عصر أنت وخبرين وهو كبر قادرين وحبرين لها شركة هذا إلى يوم الإسلام قريه داير تماما الإسلام إن كانت إلى عيوه إسلام قريه هنقل كرتا ذات كبات كيس مقل كرو إن وحا كفان تين إن أقول بجو قريه كي بسينا كو يقول بجو قريه بسان لهانا إن بالخدا حق أصول أوكي إن تذكر دولد يقل عصدهم وايسكم بيت واي وحكا وضع الشبعية هروب ريت لقالها iyo adeega ummada hadana laba hawlo kala gaaray hayaaro inta waa doodayaan way saystaan qol waxa haysa oo raay ay garan siyaasadda uu qaadanay ah suuqa furan ama suuqa xorta ah in maalka ay hayaan dadweynu oo shirkadu dhaqaalaha wareejiyaan oo horumarka sameeyaan ayay siyaasadda ku dhisantahay marka hawshii soo waba oo qabteen idinkoo baarnayn idinkoo aan dowladda tirsiyo baarankeedu shaqeeyaan aanay ahayn hadana waxyaalo badan badan baa guul weyn ka soo weysano dambaasha ka dhahay garasho ku boodinina dadka way ka mahadqaya aad iyo aad u wanaagsan ku qadariya dowladdu waxa haysa hoggaamintii iyo xeerarkii dadka kala qabanayay ee qof walba xaq siinayay si aanu ka xoog gooyay ka yar u jeerin halka dowladdu haysaana waa inta ee qaranku haya laba asmarar badan dood badan baa dhex marta dadweynaha intiisa badanina labadaba way dareemayaano waanu ka dhalisanahay dad faqiir alay nagu sheegaa ilaah umada ka faqri kari kara dad aad u baahan baa alay nagu tilmaamaa runtiina dadkeenna inta badani waa dayar dowladdu waxa ku dhisantahay waa dayarta أنت أوشى بس قرب تاجر ما ضيرت شركة هنا ضير تاسك كل سيء هل كانوا حلقو جاري إلى لعنتهم قريه كلام يدان إيمان دبرنا كلام يدان إيمان تذكر كاش مركز تذكر هو إن لو ترى أولم مال قرية دبلو قرية تين أتكون فانتار ما هو واجب في الكويه وري بس سيكون لي عليه وقف بجرسية لبا حدي لبا ولا oo midna qani yahay midna faqir yahay waligood ma heshiyaan isma afkartaan habeen walbo is haystaa haddii shirkadihii waaweynaa ay maalkii dalka inta badan gacanta ku hayaan dadka intii badnaa uu yahay dabaqad hoose dhaqaalaan ahay halkaa marba murmaa ka taagan murmada laydku haysta waxaa ka mid ah shirkadihii markii la suuq waaxo inay ilaa musbaarkii ilaa ta u weyn ugu qaataan oo aanay dadkii meel dhexan u riibin hadday dhaqaalo meel ku urursana oo dadka inta badan baahatana halkaa dhibaato ka jeeda yaa soo socota marka waxa laga rabaa maalqabeenka dalka in ay ogolaadaan xeerarka ogolaanaya inay noqdaan mid weyn mid meel dhexaada iyo mid hoose oo dhaqaalaha dalkooda gaaro taana waa goosanaya hadda jira dowladda waa ku muranaa anaga iyo ganacsatada sharciga ogol u baahan waa suuxa تكلم حاجة برضو هذه ترى وحوط وعمر فرا شركة وعند دولة وحلو قصتها هذه ترى نحبوا بيسوق وحق قصة يسوق حاجة بحال وش غير يوم برا مخاطر الناس كانوا قصون أردت وارك شيخ يد أي صدام كي حد يرى حاجة حاجة ناس بحال وش غير تاسير بتوه رصوص بتوه مركز شركة الجودة هوا حلا هاي
عباش أكيد فرتد الدوينة إن وما قبل كم أدى إنه ما يصير كور راي ما يصير كور راي تاسنا مستقبل كيني وثمان نقطة هذا الله حكيت له مجال السعر بر يادر كتير سعر بر كم حاكة يا رب ولا يقانا سيرو دوية ولا يقانا بل أمور تيرا هيدات كم حرة دور دي محل حقوق قوي الكلام بغلاد في الأوروبا كده حشوقي وين بدأ سوي شوقي بغلاد حقوقي هاي لعدتي طلق البنك كده حدوه ومعمولان تشرك الله هاي بنك ماي ونودوه مركاش دلو هذا البنك يويه وده قارئ درخ والحياة وانتو كمالي وكسرين سعر بنك رضي الله عنه والسود هاي العلت هاي وكاش يوم السود هاي اي شغك وامورادات شغك وهرب يتلع عتو ريبتوه مركا شركة أول حرس وتشيدين هي إيه المسؤول ده ده ألبرتا واللي بتوه كان وحكة حليان الدفاع بدنا كده أيه إما كان كوزير كان يسوي حلحين هي كبان شوقة هي كعسكر قال أنت ولا أنا ولا مقيلة لكن ترى حاجاش محل ونادوا حاجاش محل وتبتان وضع الدفاع عن كده أيه وهو في حق لك هذيك هي ده كان سوي قال وقت قال نوير سكنت على يوسف الشيء شركة وهم بيجي على أدوان مفلح صلينا قولتنا معضوه أهلي أهدو معتدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.